طويله تبقى للنادي الصفاقسي. مير الحداد نبيسوما لشادي الهمامي التسديد والهدف الاول. الهدف الاول ممتاز من شادي الهمامي، تسديده من خارج مناطق الجزاء تعطي الاسبقيه للنادي الرياضي الصفاقسي في توقيت او في الدقيقه 42 41 دقيقه وبعض الثواني، دقيقه 42 تتغير النتيجه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بالاعتماد على التسديد. اذا تسديده من شادي الهمامي، هاي الاعاده امامنا، كره لنبيسوما، شادي الهمامي يلقى الثغره من خارج مناطق الجزاء، غلط الحارس ياسر بن عباس، الكره كانت في الجهه اليسرى يعني في الزاويه اليسار لحارس النادي الرياضي لحمام لنف، تسديده ممتازه تغلط الحارس كما قلت، والهدف الاول عن طريق شادي الهمامي. قلنا حافظ انه النادي الصفاقسي 55 تتغير النتيجه عن طريق نفس اللاعب وثنائيه شادي الهمامي الى حد الان في هذه المباراه. نادي الصفاقسي عرف كيفاش يستغل تقدم النادي الرياضي لحمام لنف. تو تاتيكم اكثر التفاصيل الفنيه مع عبد الكريم الشافعي، نكمل في وصف الهدف وفرحه النادي الرياضي الصفاقسي. الهجوم السريع من ماهر الحداد يخرج كره ممتاز يعني الترويض بالنسبه لشادي الهمامي، يعني خذا الكره قدم بها اصبح وجه لوجه وسجل، غلط الحارس حارس النادي الرياضي لحمام لنف ياسر بن عباس وضعف النتيجه للنادي الصفاقسي، وكذلك عدد الاهداف في رصيده في هذه المباراه، زوز اهداف لشادي الهمامي وفرحه كبيره طبعا